بسم الله الرحمن الرحيم. هنشرح هنا يا جماعة الأوبن أوفيس إزاي أسطبه عن طريق السناب دي، وإزاي أغير البورت بتاعه، وإزاي أعد السيرتيفيكيشن بتاعته. الشغل بتاعنا في الأول تيرمينال، تمام؟ خطوات بسيطة هتلاقوا الأكواد موجودة في أول رابط عندنا. بعدها شغل الجي أو أي بتاعنا هتلاقيه سهل جدا جدا جدا. أول حاجة هعملها إن أنا هفتح التيرمينال طبعا، وهاخد صلاحية الروت عندي بسودو باش، هكتب الباسورد بتاعتي، تمام؟ وابدا اعمل اول خطوه اتاكد ان الاوبونتو عندي عامل ابديت بالامر العادي بتاعنا سودو ابت ابديت. طبعا الوقت اللي هياخده في الابديت على حسب انت اخر مره عامل ابديت امتى. الخطوه اللي بعدها ان انا لو انت مش مسطب السناب دي هنبدا ايه نسطبه. الشغل يا جماعه سهل قوي قوي بتاعه. الميزه بتاعته الشيرنج، بتشتغل جي او اي ويب انترفيس، شغل سهل وفري ما فيهوش اي مشكله عندنا. خلص الابديت اهو، الامر اللي انا بسطب بيه السناب دي اللي هو سودو ابت انستول سناب دي، تمام؟ هو طبعا هيشيك عنده هو مسطبه ولا لا. وطبعا في النسخ الجديده المفروض ان هو موجود فيها، انا بتكلم لو انت النسخه انت شغال بيها قديمه. تمام، قال لي ايه انها موجوده مسطبه ما فيهاش مشكله. اول خطوه هعملها ان انا هسطب الاونلي اوفيس دوكمنت بتاعتنا. الامر بتاعنا سهل خالص، سودو سناب انستول اونلي اوفيس داش دي اس، سهل جدا 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 يا جماعه. سودو سناب مسافه انستول اونلي اوفيس داش ايه يا جماعه دي اس. تاني الاوامر ما تقلقش منها، الاوامر موجوده عندك في الدوكمنت اللي ايه في الرابط اللي موجود معاك. هيبدا يعمل يا جماعه، هيبدا يعمل داونلود للباكج دي، هيبدا يعمل لها انستليشن، ودي الخطوه اللي هتاخد منك وقت كتير قوي في الشغل بتاعك، تمام؟ انا هحاول على قد ما نقدر بنجريها اهي الداونلود بتاعه، تمام؟ على قد ما نقدر هنجريها على حسب سرعه الجهاز بتاعك، على حسب سرعه النت بتاعك هيبدا ياخد الوقت بتاعه. كده هننزل الباكج بتاعتنا، هنشوف الباص اللي هو نزله، الملف اللي نزله، تمام؟ اللي هو اوف. بعدها هنبدا نعدل في البورت بتاعنا، مثلا هنخليه بدل ما هو 80 الديفولت بتاعه هنخليه 4 8. عايزين نغير البورت بتاع ماي سيكوال، هنغيره. الديفولت بتاعنا طبعا 3306، ممكن نغيره في المثال بتاعنا 3307 لو احنا عايزين مجرد التجربه. والحته المهمه اللي عندنا ازاي تكريت السي اي عشان انيبل الاتش تي تي بي اس بتاعك. دي مفيده بالنسبه لك ازاي تتعلم تكريت سيرتيفيكيت عن طريق لينكس، تمام؟ هتفيدك في حاجات كتيره مش في الاوبن اوفيس بس، اهم حاجه تفهم الخطوات بتاعتها. اهو كده دلوقتي خلص اهو يا جماعه، بيخلص بعمل ريسيت للسيرفيس بتاعتنا كده، تمام. الخطوه اللي بعدها ان انا هعمل ران، ان انا اعمل ايه يا جماعه، ان انا هعدل في اتش تي بي بورت بتاعي. المفروض ان هخليه 4 8. الامر بتاعنا سهل جدا، سناب سيت only office dash ds only office dot ds dashboard، يعني انا بغير في البورت الفلاني فهخليه 4 8. بورت يساوي، لحظه مفيش مسافات، 4 8. انا غلطت وحطيت الدوت، ماشي خلاص نخليها كده ونجرب ان انا ايه، هنشوف ان هو مش هيفتح معايا عشان اوريكم ازاي بنعدلها. الخطوه اللي بعدها ان انا هخش اعدل بورت السيكوال، ادي دي بي بدل دي دي اس، واحط البورت اللي انا عايزه اللي في المثال بتاعي 3307. الخطوه اللي جايبه هي المهمه يا جماعه، ان انا ازاي افعل الاتش تي بي اس، اعمل له انيبل عندي وكاريت السي اي بتاعتي. لو انت طبعا شاري خلاص، لو شاري سي اي بس في الغالب انت مش هتبقى شاري سي اي، هتشتغل بسيلف سايند سيرتيفيكيت عندك. فالامر بتاعي سهل قوي يا جماعه، اللي هو اوبن اس اس ال جي اي ان ار اس اي جنريت ليها يعني، واللي ايه وهنكريت لمين، يقول لي اوفيس كي بتاعي اللي هو الهاش بتاعه الانكريبشن بتاعته ايه 2048. خطوه سهله جدا جدا يا جماعه، ما فيهاش حاجه.
تاني الأوامر دي موجودة ومكتوبة في الرابط، ما تقلقش من الحتة دي. اوبن اس اس ال الكوماند بتاعنا، ممكن تاخده كوبي بيست وتحطه، مفيش مشكله. والانكريبشن بتاعنا كام؟ 2048. ادي هو كده تمام. الخطوه اللي بعدها السي اس ار بتاعتنا، النيو كي بتاعتنا بقى اللي احنا هندخلها. انا دلوقتي يا جماعه انا بعمله، انا بحضر السيرتيفيكيت بتاعتي تمام كده، بكيت الملف البي اي ام بتاعي والسيرتيفيكيت نفسها بتاعتي هنكريتها. هنا هيبدا يسالني بقى على معلومات بتاع السيرتيفيكيت، انهو بلد، وزي ما احنا عارفين يا جماعه وانت حطيت دوت هيسيبها فاضيه مفيش مشكله. بس طبعا عايز احط بيانات، مثلا في مصر اي جي، مثلا في مدينه اسكندريه يبقى الكسندريا، حسب الاورجنايزيشن انا عايز احطها هحطها على حسب ما انا عايز. تبدا تملأ بياناتك زي ما انت عايز. الحاجه عايز تسيبها فاضيه هتسيبها ايه فاضيه، او تحط دوت فيها. بص النيم اللي هي اكزامبل سيتي كذا سميتها مسلي اكاديمي، اي حاجه هو مش هيفهم انا بدخل ايه، بس انت المفروض تدخل الشغل بتاعك صح يعني. organization name. انت بتكريت سيرتيفيكيشن بجد يا جماعه، خلي بالك هنستخدمها لما نفتح الويب. ايميل ادرس لو في حسب ما انت عايز، باسورد ليها كده. خلاص كريتنا الايه ال 2048 بتاعتنا، الاكسباير بقى بتاعها والكلام ده كله نبدا نعده برضو. اوبن اس اس ال الاكس 509 ريكواير تمام، واسم السيرتيفيكيت ايه والدنيا بتاعتنا ايه. يبقى انا كده بكريت السيرتيفيكيت بتاعتي، ما انساش لسه ما ربطتهاش بالاونلي اوفيس بتاعي. انا هسميها هنا اونلي اوفيس دوت كي اللي هي بتاعتنا دي، هي دي اللي احنا ايه كل شغلنا عليها دلوقتي. انت لو عندك سيرتيفيكت جاهزه ممكن تستخدمها، لكن انا حبيت اوريكم هنا ازاي بنكري السيرتيفيكيت عن طريق الاوبونتو. اتفقنا ان في شغل ويب كتير بيحتاج سيرتيفيكيت والناس ما تعرفش تعمله ازاي. هو الاوت بتاعي اوفيس هيبقى اسمها اونلي اوفيس دوت سي ار تي. كده انا كريت السيرتيفيكيت. الخطوه اللي جايه ايه بقى؟ ان انا ابدا اضيفها على مين؟ اول حاجه كريت البي ام بتاعها، وتاني حاجه هنبدا نربطها على الاوبن سي الاوبن اوفيس بتاعنا. بص يا جماعه لما نفذت الامر طلع لي ايه البارامتر اللي انا حاططها، شايفينها؟ هنغير الدي اتش اي بارامتر بتاعتنا. وهوريكم الاسامي دي فين واحنا شغالين دلوقتي، هوريكم الحاجات انا كريتها دي موجوده فين.
كده انا حضرت السيرتيفيكيت بتاعتي اهي، بياخد وقته بكريتها تمام، والفايل بتاعه البي ام بكريته تمام. الخطوه اللي جايه بقى ان انا اعمل ايه يا جماعه، ان انا خلاص ابدا افعل الكلام ده واقول له فين والدنيا بتاعتنا فين. همسح كده بس عشان نبدا نشتغل تبقى الصوره واضحه معانا. هقول له الاونلي اوفيس بتاعي دوت كي، هيبقى مكانه فين بقى يا جماعه؟ هيحطه فين؟ جوه الباص بتاع الاونلي اوفيس، شايفين يا جماعه؟ فاريبل سناب اونلي اوفيس داش دي اس كارنت فاريبل دبليو 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 اونلي اوفيس داتا سيرتس بتاعتها كارنت ايه؟ الباص بالكامل شايفينه؟ كده حطينا الكي بتاعنا. كده حطينا ملف دوت كي بتاعنا، نحط بعدها الملف دوت سي ار تي سيرتيفيكيت نفسها برضو في نفس الباص. دي اخر خطوه يا جماعه على فكره، السيرتيفيكيت دي ان انا احطها هي اللي احط دوت كي ونحط دوت سي ار تي ودوت بي ام، يبقى كده احنا خلاص الشغل بتاعنا جاهز للشغل بتاعنا. وطبعا الخطوه الاخيره بتاع السيرتيفيكيت دي عشان اشتغل اتش تي بي اس. اخر حاجه ملف دوت بي ام لو احنا مسمينه فاكرين دي اتش بارم اهو، هحطه في نفس الباص معانا برضو. تاني ما تقلقش من الخطوات، الخطوات سهلة موجودة مكتوبة قدامك في الرابط، محتاج انك تفهمها بس. الخطوة اللي بعدها هعمل ريستارت بقى ايه للاونلي اوفيس نفسه داش دي اس عشان شو احنا عملناه يتفاعل معانا. الخطوه الجايه بقى يا جماعه ناقص ان انا اعمل ايه، اتاكد بقى من الشغل بتاعي ان الدنيا بتاعتي ستيبل، الدنيا معايا تمام. هفتح ويب براوزر، ما تنساش انا كاتب البورت غلط 8.8.8.8، المفروض هو 4 8، فانا هفتحه هنا كده اهو. الديفولت بتاعه ان هو 80، ده الديفولت. فلما نيجي نكتبه هيلاقي ان 80 مش شغال، ليه؟ انا مغير البورت من 80. طب نجرب كده 4 8، هيقول لي برده غلط. يبقى خطوه البورت دي مهمه جدا يا جماعه. ها انا قصدتها اوريها لكم اهي تمام. اخش بقى اعدل في البورت اللي انا كاتبه، بدل ما هو 8.8.8.8 ده اكتب ال 4 8 بتاعتي صح. ادي يا جماعه بالمناسبه السيرتيفيكيت اللي انا قلت عليها اللي انا عايز اوريها لكم، اهي الملفات احنا كريتناها اهي، ده اللي كان الباص بتاعها قبل انا ما كبيرها، شايفينها؟ ادي الداتا اللي انت دخلتها بالكامل هي موجوده، وهي دي السيرتيفيكيت الاوبن اوفيس هيستعملها، شايفينها؟ ايوه ادي ملف السيرتيفيكيت كي اللي انا كريته في الاول. نرجع بقى تاني نغير البورت بقى بتاعنا، فاكرين كان كام؟ كان 4 كان 8.8.8، دلوقتي انا خليته 4 8. ارجع تاني بقى اجرب كده، هلاقيه هيفتح معانا وجي اي معانا شغال كله تمام. 4 8 اهو، ادي الاونلي اوفيس فتح معانا، والتيست بتاعنا اهو. لو انت مش محضره هتكتب الكوماند ده، هقول له ستارت، ادي انترفيس ظهر، شكرا.